وللمزيد حول البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن الذكرى 18 لاحتلال بغداد، ينضم إلينا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بك معنا دكتور عبد الحميد. مرحبا، حياكم الله. أهلا بك دكتور عبد الحميد. يعني رسالة مفتوحة وجهتموها إلى الشعب العراقي بمناسبة الذكرى 18 لاحتلال بغداد. السؤال، إلى أي مدى ترى أن الشعب العراقي بات الآن أكثر تقبلا لرسالتكم، خاصة بعد التجربة السياسية التي فرضت في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. لابد في البداية أن نستذكر في هذا اليوم هذه الذكرى الأليمة التي تمر اليوم بعد 18 عاما من الدمار ومن الضحايا في كل الجوانب والتدهور في كل الملفات. الشعب العراقي اليوم بات واعيا جدا، وقد عرف الحقيقة على أصولها، وعرف من يتكلم باسمه ومن ينادي بجراحه ومن يطالب بحقوقه، وبالمقابل من الذي كان يتاجر بهمومه ويرفع الشعارات الكاذبة ويتسلق على دماء أبناء العراق ويمتص ثرواته. رسالة الهيئة اليوم نجدها مجسدة في الكثير من أبناء الشعب العراقي، ولا سيما في ساحات التظاهر في عدة مناطق، والتي تستمر هي منذ أكثر من عام ونصف تقريبا تستمر هذه التظاهرات. التظاهرة الأخيرة أقصد تشرينية، وإلا فهي امتداد ل عدة تظاهرات وعدة ثورات سابقة. الشعب العراقي اليوم بات أكثر وعيا مما سبق، ولذلك هو في مرحلة جديدة تؤهله إن شاء الله لأن يقود الوضع بنفسه ويغير السياسة الموجودة والتي فرضت عليه. دكتور عبد الحميد، يعني كما تعلم الاحتلال جاء إلى العراق مبشرا بالديمقراطية وتداول السلطة وبمزيد من الحريات، ماذا حققت الطبقة السياسية التي أتى بها الاحتلال للعراق من هذه الوعود؟ نعم، أثبتت هذه الطبقة التي فرضت على الشعب العراقي، فرضت بإرادة هذا الاحتلال، أثبتوا كذب جميع تلك الشعارات وقاموا بتطبيق الضد منها. فالديمقراطية التي رفعت شعارا وادعاء بأنها ستحقق كان النقيض منها، فكبت الحريات والقتل والانتهاكات والدماء والسجون وذهاب كل الخدمات، ذهاب الثروات، بل ذهاب بلد، حتى أننا رأينا أن العراقي اليوم ينادي يقول بكل بساطة نريد وطن، جملة تلخص الواقع المأساوي الذي تسببت به هذه الأحزاب المفروضة على أبناء الشعب العراقي. اليوم وفي الذكرى 18 على الاحتلال، بماذا تفسر هروب العقول العراقية إلى الغرب؟ ألم تكن كل هذه السنين كفيلة ببناء بيئة صالحة لربما للاستفادة من هذه العقول؟ لو كان هنالك إرادة سياسية تريد البناء لتحقق للعراق ما لا يتحقق في أي بلد آخر، فالعراق يتمتع بثروات اقتصادية وثروات بشرية، لكن هذا الواقع المأساوي من الظلم والاضطهاد وكبت الحريات وفقدان الأمان، وفضلا عن فقدان الخدمات التي هي ضرورية جدا، فلذلك نجد أن هذه العقول لا تجد لها مساحة من الحرية، من الحركة، من التفكير، من الإبداع، بل هي مضايقة، لذلك نجدها تضطر إلى مغادرة البلد لتجد مساحة وأرضا أخرى تبدع فيها وتنتفع منها الشعوب. والعراقي منذ دهور وعصور وقرون لا يزال إبداعه لعموم الناس وعموم البشرية، واليوم ربما هذه الطبقة السياسية التي تسلطت وسببت هذه المآسي كانت آثارها السلبية على هؤلاء وعلى الشعب العراقي عموما، لكن ربما انتفع من هؤلاء العقول البلدان الأخرى التي هاجروا إليها لينشروا العلم والعطاء فيه. نعم دكتور عبد الحميد، يعني هل الأزمة هي أزمة اقتصادية لربما تعرقل أي مشروع للتنمية، أم أن الأمر متعد إلى سوء إدارة الموارد ما زاد الفقر في العراق وأرغم الكوادر العلمية على الفرار من العراق؟
يعني الكل يجمع على أن العراق من البلاد الغنية الأغنى، لا نبالغ إذا قلنا هي الأغنى عالميا من حيث تعدد الثروات، يعني ربما تصنف هي في البترول هي الثانية أو الثالثة، لكنه العراق ليس فيه فقط ثروات بترول يعني اقتصادية، فالثروات متعددة جدا. فالقضية ليست قضية نقص موارد، وإنما القضية وليس قضية فقط سوء إدارة، وإنما قضية تعمد في تبدير هذه الثروات وفي نهبها. فنهب ثروات ثروات العراق تذهب إلى أولا إلى جيوب الأجنبي الذي تسلط على هذا العراق على واحتلاله، ولا سيما جارة السوء إيران، وكذلك إلى جيوب هؤلاء الفاسدين الذين هم أصدوات لتحقيق أو لتنفيذ ولحماية هذا المشروع الاحتلالي. وهذا ليس خفيا، يعني هم السياسيون ذاتهم المشاركون بهذه يفضح بعضهم بعضا ويكشف بعضهم عن جرائم الآخرين، ليس من باب أنه إرادة الإصلاح، وإنما فقط منافسة في السوء فيما بينهم. والشعب العراقي يرى بأم عينه كيف أن الكثير من أبناء الشعب العراقي اليوم بات معدما وتحت خط الفقر رسميا وغير رسمي، وكيف أن هؤلاء الذين كانوا بالأمس حفاة عراة عالة يتكففون الناس اليوم يتطاولون في البنيان. نعم، في ظل كل ما تحدثت به دكتور، الآن كيف ترى آفاق هذا المشروع السياسي الذي أتى به الاحتلال في العراق؟ هل بقي له فرصة للنجاح؟ يعني هو منذ البداية ليس له فرصة نجاح إلا بحبل من الناس، وهو المقصود به الدول الخارجية، المجتمع الدولي للأسف، ولا سيما اللي هي الآلة العسكرية من أمريكا ومن تحالف معها في هذا الغزو. شعبيا اليوم قد تعرى هذا المشروع وهو اليوم على شفا حفرة، والأيام يوما بعد يوم تدلل على أن مساحة الوعي التي تنتشر وتتسع أفقيا وعموديا عند أبناء الشعب العراقي هي القادمة إن شاء الله، والكلمة الأولى والأخيرة لها التي ستكون إن شاء الله تعالى كلمة الفصل لها لإزالة كل هذه الآثار، هذه الأدوات، والإصلاح يكون حينئذ باقتلاع المشروع من جذوره وإزالة الفاسدين، وأن يكون حكما وطنيا يحكم أبناء العراق بأنفسهم بكفاءاتهم، وحينئذ سيتحقق الأمن والرخاء والازدهار ليس للعراق فقط فحسب، وإنما سيعم إن شاء الله تعالى المنطقة من جيرانه الذين يمدون يد العون للعراق ولشعبه. نعم، إذن الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، كنت ضيفنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.